السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في حلقة جديدة. أنا عبد الرحمن عبد الله، ومكملين مع بعض في المستوى الثالث من دورة تعليم الكمبيوتر والإنترنت للمبتدئين، والمقدمة من سيفل إنجينيرينج كوميونيتي، ومكملين مع بعض في سلسلة حلقات كورس الوورد، وهنتكلم النهاردة عن قائمة هوم الجزء الثاني. يلا بينا نفتح الوورد ونشوف الشرح مع بعضنا. زي ما اتكلمنا في الجزء الأول عن الفونت والباراجراف والكليب بورد، وعرفنا أهمية الأوامر دي كلها. طبعا وانا شغال ممكن اعمل تنسيق يدوي، يعني ممكن مثلا التايتل بتاع خواص المواقع يلا نعمله تنسيق يدوي، خليه مثلا بالحرف الاحمر ونحط تحتيه خط ونخليه بول، ومثلا نحط مقدمه مثلا نخليه مثلا ايتاليك ونخلي احاطه بالاصفر، وهكذا. ممكن نخلي ده برضو نخلي مثلا باللون الاصفر مش ظاهر، نخلي مثلا بالسيان، وهكذا. ممكن افضل اعمل تنسيق يدوي على طول، لكن لما اجي اشوف الكلام ده في النافيجيشن بان هلاقي مفيش اي حاجة هنا، يعني ولا في فرق بين العناوين الرئيسية ولا في فرق بين العناصر ولا التقسيمات اللي تحتها. وعلشان نعرف اكتر ان التنسيق اليدوي مش مفضل في الوورد، يعني انا بحبوش والمفروض ان مش حد يعمله، لكن احنا علشان قلة خبرتنا في الوورد فبننسق تنسيق يدوي، منها بناخد وقت كبير، ومنها لو تعرضنا لمذكرة أو كتاب أو كتابة كتير على الوورد ما بنعرفش نشتغل، وبناخد وقت كبير جدا 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 في تنسيقها. يا إما اللي بيعرف يشتغل مننا قوي بياخد الفورمات بينتر يمشي الفرشة على كل اللي عايز ينسقه، ولو وقع في ملف كبير 50-60 صفحة ممكن يقعد بتاع ساعتين ثلاثة يعمل بالفورمات بينتر. لكن النهاردة هنتعلم مع بعضينا استخدام الستايلز دي، وعلشان كده المفروض ان احنا نتعلمها صح. طيب انا المفروض عندي خواص المواقع، ده التايتل بتاعي، خلاص اجي هختار هنا خليه تايتل، تمام. عندي المقدمه مثلا، سيبك من المقدمه، خلينا مثلا وليكن المواقع المتحركه ده ايه، ده الهيدنج 1، ده العنوان الرئيسي الاولاني يعني. تمام. عندي مثلا انواع سريان المائع، ده هيدنج 1 برضه، تمام. طيب انواع السريان المائع، ده عندي السريان الهادي، تمام، ده يبقى هيدنج 2، ده يندرج تحت سريان المائع. وعندي مثلا السريان الهادي المستقر برضه هيدنج 2، مثلا تعرف خط الانسياب خليه هيدنج 2. طيب عندي مثلا حاجه جديده خصائص خطوط الانسياب خليها مثلا هيدنج 3، على اللي ما ياتي خليها هيدنج 3، خلي مثلا الملاحظات دي هيدنج 4، وهكذا. يبقى انا دلوقتي عملت تنسيق بالكمبيوتر. طب علشان نعرف الفرق ده تعالى نروح ندخل على النافيجيشن بان تاني كده. ايه ده؟ اداني بقى المواقع المتحركه، ده التايتل الرئيسي، تحتها اول عنصر انواع سريان المائع، اداني عنصرين تحتها الهيدنج 2 تعريف خط الانسياب، ويندرج تحتها علل لما ياتي. يبقى انا عرفت كده بالراحه كده بسم الله الرحمن الرحيم فيه فرق بين استخدام الستايلس دي يعني التنسيقات بتاعه الكمبيوتر، والفرق ان انا اشتغل تنسيقات يدويه. مش كده وبس، انت ممكن بعد ما تخلص الليله دي كلها تحتاج تحط فهرس، مفيش مشكله، تعالى في الريفرنس في الاخر خالص اهو، تعالى نحط فهرس كده مع بعض، تيبل اوف كونتنت، تعالى كده حط، هنحط مثلا ده على الوضع اللي انا عامله ده، هيشتغل على ايه الفهرس اللي انا حاطه ده، المواقع المتحركه والكلام الجميل ده. طيب تعالى بقى نشوف، لو انا مثلا مش عامل الهيدنج، انا هنا مش مفهم الكمبيوتر ان ده تنسيق يدوي، تمام. زي ما انت شايف هنا ان التنسيق هنا يدوي، يعني الكمبيوتر مش عارف ان دي عناوين ويندرج تحتها عناصر. تعال نختبر الكلام ده، تعال نحط ريفرنس هنا الفهرس تيبل اوف كونتنتس، اختار دي مثلا، اوبا قال لك اهو نو تيبل اوف كونتنتس انتايرز فاوند، مفيش حاجه، يعني انت هنا مش عامل حاجه، يعني انت مش بتستخدم هيدنج ستايل. ايه ده، امال انا كنت بعمله يدوي؟ لا والله، ده انت كنت بتعمله يدوي ملوش اي لازمه طالما الوورد ما تعرفش عليه. ومن هنا كانت فايده ان انا لازم اشتغل بتنسيق وبنظام على الوورد. ده هيكون التايتل بتاعي، ادي التايتل، خواص المواقع هيكون مثلا العنصر الاول مثلا هيدنج 1، المواقع المتحركه انواع السريان مثلا هيدنج 2، يندرج تحتها السريان الهادي هيدنج 2، تعريف السريان مثلا هيدنج 2 برضو، تعريف خط الانسياب هيدنج 3 مثلا، خصائص خط الانسياب هيدنج 3 مثلا، علل هيدنج 4، والملاحظات نخليها هيدنج 4. طيب كده الكمبيوتر
فهم ان في ستايلات وفي هيدنج وفي تايتل وفي تقسيمه بمعنى اصح. انا هعرف اشتغل بقى عليه تنظيم وتنسيق ازاي في البدايه. طيب انا مش عاجبني الستايلات دي، عايز اغير فيها، مفيش مشكله، مفيش اسهل من كده. تعال انا دلوقتي عايز اغير في الهيدنج 1، تعال والله مثلا عايز اغير اختار الخط ده، لا والله الخط ده، لا الستايل ده، لا كده. هو هنا بيغير لي في اللون وفي كتابه الخط، الخط نفسه مختلف، المسافات مختلفه، كل شيء مختلف، انا اختار اللي يعجبني. طيب انا مش الكلام ده مش ماشي معايا، مش عاجبني، خلاص خد كرييت ستايل. تمام انا هسميه هنا الستايل بتاعي. طيب تعالى كلير فورماتنج، رجعته لو انا مش هيلزمنيش. طيب تعالى ابل سيتنج موديفاير، تعال ادي هنا مثلا انا مش عايز اللون ده، خليه مثلا اللون السيان كده، انا اخترت السيان، واختار الخط مثلا الخط ده، وهختار مثلا ايه تاني، بس كفايه كده. تعالى كده اوكي، بص خليها لي ازاي، طب يلا نكبرها عشان نشوفها مع بعضنا كويس. كبر يا سيدي كبر، ادي كده عملت، مش عاجبني ده كمان نغير، خش نغير تاني بنفس الطريقه. ادي مثلا الهيدنج ده، ادي رايح دايس السح ابلاي ستايلز، خلاص تعالى موديفاي، غير الشغل اللي انت عايزه. طب انا الالوان مش عجباني والليله دي اغيرها منين؟ نخش على الديزاين، عندي حاجه اسمها الثيمز. الثيمز دي تحتوي مجموعه من الستايلات، يعني مثلا اول ما بدخل برنامج الوورد بيكتب لي بالاسود ويشتغل بدون اي تظليل ولا خطوط ولا اي حاجه خالص، بيبقى معاه الديفولت بتاعه هو الثيم اللي هو الاوفيس. طيب انا بقى عايز اغير بقى، اختار الثيم اللي يعجبك، ده مثلا ده مثلا ده ده اي حاجه. لو تلاحظ طول ما انا شغال هو بيغير في الالوان في الخطوط في اي حاجه. هختار مثلا انا ده عجبني، تمام، الالوان مش عجباني، تعالى يا سيدي غير الالوان. انا بغير دلوقتي لو خدت بالك في انواع صغيرين المائع. طب تعالى غير اللي بعد اذنك، تعالى غير الالوان، غير لي كمان في الفونتس، اختار الفونتس اللي تعجبك، غير لي في الباراجراف سبيسنج. يبقى انا عن طريق الستايلز دي بعرف اخلي الجهاز يقرا ان انا عندي تنسيق الكتروني. يعني ايه تنسيق الكتروني؟ اجي احط فهرس هو اللي هيحط اوتوماتيك، يبقى عارف انهي العنوان الرئيسي، يندرج تحتيها عناصر، العناصر دي تحتها تقسيمات، التقسيمات دي تحتها كذا وهكذا وهكذا. اخش النافيجيشن بان، اخش الريفرنس، احط الفهرس بتاعي، الاقيه هو متعرف اوتوماتيك. انا لعبت في اي حاجه وعايز اغيرها، بمعنى انا دلوقتي الشكل ده مش عاجبني، تمام، عايز اغير في اللون بتاعه، عايز اغير في الشكل بتاعه، هل انا مطالب ان انا اروح اغير كل حاجه؟ لا يا سيدي. تعالى بقى احنا دلوقتي عندي انا ده الهيدنج 2 وده هيدنج 2 وده هيدنج 2، انا هغير في الهيدنج 2 يا سيدي. تعالى ادي الهيدنج 2، غير لي معلش اللون بتاعه خليه احمر، تمام. هل انا دلوقتي مطالب ان انا اروح اجيب الفورمات بينتر الفرشه واقعد اغير، او ان انا اقعد اغير بايديا؟ لا يا سيدي، تعالى اضغط كليك يمين اعمل له ابديت بس، معلش كل الهيدنج 2 مره واحده بقى لونه ايه؟ احمر، او التغيير اللي انا عايزه. طب معلش خليها بولد وايتاليك وحط تحتها خط، اعمل معلش كده ابديت، عمل لي الكل وهكذا، ما عنديش اي مشكله. طيب الكلام اللي تحت منه بقى اغيره ازاي؟ هل هو حاليا يتبع اي هيدنج، او الباراجراف اللي مكتوب تحت العناصر اللي انا فهمتها للوورد ان ده عناصر رئيسيه، هل اعرف اغير تنسيقها ولا برضه لازم امشي بالفرشه او ان انا اغير يدوي؟ لا برضه اي حاجه متنسقه نفس التنسيق ده الوورد هيفهمها على طول. يعني انا مثلا ده اهو، انا مش مدينه عناصر رئيسيه ولا اي حاجه خالص، غير لي معلش اللون بتاعه هنا، خلي لي مثلا اللون بتاعه سيان، اديني معلش كليك يمين هنا ابديت، ايه ده كل الملف بقى ايه؟ سيان، باستثناء العناصر اللي انا حددتها له، قلت له خلي بالك ده تايتل، خلي بالك ده هيدنج 1، خلي بالك ده هيدنج. بكده انا اقدر اعمل تنسيق او تظبيط الوان، ستايل، خط، اي نوع تنسيق معين في دماغي بدون ما اخد وقت كبير، وبدون ما انا ابقى حيران هو انا هعمل ده ولا ده ولا ده. بعت ملف الواحد قال لك خد الملف ده اعمل لي 1 2 3، خلاص انا مش محتاج ان انا انشئ الملف من اول وجديد، مش محتاج ان انا اخد كوبي بيست كل شويه، مش محتاج ان انا اخد الفرشه، لا هي على طول ايه؟ ستايل مع تايتل بقى وهيدنج 1 و2 و3 و4 وازود براحتي، واشتغل على تنسيقهم مره واحده وابعتها له تاني. طب افترضنا انا عملت ثيم معين وهو مش عنده الثيم ده، تمام؟
يعني انا دلوقتي مختار انا حاليا البيسز دي. طب انا مش عندي، خلاص اعمل له سيف كارنت ثيم، وهو هيسمى ثيم 1 سيف. هيفتح عندي انا دلوقتي اعمم الثيم ده على اي ملف عندي. طيب بعته لواحد مش عنده الثيم ده، مجرد ما بعت له الثيم ده هيشتغل عنده ازاي؟ هيعمل ثيم براوز فور ثيمز، وهيجيب الملف في اللي انا ايه بعته له ويحط الثيم ده، يبقى هو وصل للي انا عايزه. ادي الباراجرافات والستايلات والدنيا الظريفه. مطلوب من كل واحد بقى يعمل بحث مكون من 4 صفحات، يخش ينفذ الكلام ده، يحط اللي تايتل كبير، يحط تحته عناصر 4 5 عناصر، تحت كل عنصر في مثلا تقسيمتين ثلاثه او امرين ثلاثه يندرجوا من تحتكم، ويبدا بقى ينسق ويظبط ويحط الوان مختلفه ويظبط الدنيا ويبعت التذكار. منتظر الابداعات. اظن الموضوع مش هياخد في ايدك اكتر من 10 دقائق. ده انت لو هتنشئ بحث من اول وجديد هتخلصه بسرعه، لكن بقى لو انا هشتغل بقى بالفرشه وكنترول ومش عارف ايه وايه هيسحب وقت كبير جدا. دي كانت اهم اوامر هوم التي لا غنى لاي واحد عنها. ايه اللي اعيد لنا دلوقتي؟ اعيد مثلا امر فايند، لو انا ببحث في الملف الكبير بتاعي عن كلمه مثلا السرعات الكبيره، بدل ما اقعد انا الف بعينيا بيفتح لي النافيجيشن بان على السبوره على الجنب كده على الشمال. ادي كلمه السرعه الكبيره موجوده في صف واحد، موجوده في صفحه 2. طيب ادي كده اول حاجه الفايند. ماشي شكرا يا عم الفايند. تعالى الريبليس، انا كاتب مثلا كلمه السرعات الكبيره دي خطا، تمام؟ هي مكتوبه صح بس هنفترض ان هي مكتوبه خطا. خلاص استبدلها لي كده معلش السرعات الكبيره، خليها بالهاء، تمام؟ ريبليس اول. بيقول لك ايه؟ اول دن، كله تمام. وي ميد اتنين، عملنا تبديلين. ماشي يا سيدنا تسلم. كلوز. تعالى بقى السرعه الكبيره اهو موجوده هنا، اهو شايف بالفعل غيرها فعلا اهو، تمام؟ تمام. امر سيلكت بقى انا هحدد بقى شويه حاجات. هل انا هحدد الملف كله؟ ممكن عن طريق الكيبورد كنترول حرف الاي، تمام؟ او كنت او من هنا سيلكت. طيب الامر اللي بعده هو سيلكت اوبجكتس. لو انا عندي مثلا صوره او رسم بياني شغال عليه وعايز احدده، سيلكت اوبجكتس. طيب الامر اللي بعد كده هو سيلكت تكست وذ سيميلار فورماتنج، يعني اعمل لي تحديد لكل النصوص اللي ليها نفس الستايل او ليها نفس الهيدنج، وده اللي كنت بتكلم فيه من شويه. انا دلوقتي عندي كله الباراجرافات اللي كل الكلام المكتوب حاجة واحدة باستثناء الحاجات اللي أنا عملتها هيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج 3، بحيث إن أنا أعدل عليها مرة واحدة. الأمر الأخير وهو السليكشن بان، أبدأ أعمل بقى أنا إيه التعديلات بتاعتي على كل اللي عملت له سيلكت. دي كانت كل الأوامر المختصة بهوم.